مرحبا يا شباب، كيف الحال؟ كيف الصحة؟ إن شاء الله بخير. الله يسعدكم من وين ما كنتم تتابعونا، حياكم الله، والله منورين. إخواتي، اليوم في فيديو قصير إن شاء الله راح أتكلم فيه على موضوع الحساسية والإيم الثابت. يعني أغلب اللاعبين أو أغلب الناس تواجه هاي المشكلة، إنه دائما يفكر إنه شو السر العجيب بالإيم الثابت أو الإيم اللي ما يتحرك يعني مثلا. وطبعا هذا كله راح نشرحه ان شاء الله هسه اذا الله راد. شوف الحساسيه، او شو الحساسيه اللي عندنا، فهي انا اللي شفته انسب شيء انك تجي تحطها عاليه الحساسيه عندك، وبعدها تساوي عليها تعديل بسيط. يعني انا قبل جربتها بالزمانات، كانت عندي يعني جدا عاليه عاليه مساويها، وكنت عاد اواجه مشكله بموضوع الام، خصوصا ابو نقطة وقت عم بضرب من بعيد الريد دوت او الهولو او بدون سكوب يعني. فهسه اختلف الحديث، صرت احط مثلا الاعدادات عندي افتراضي اللي هي عالية، بساوي عليها تعديل بسيط اللي هي بنزل سكوب بنقطة للخمسين على العادي، وعلى الادي اس بنزلها كمان للخمسين، والسكوب ثلاثة برفعه للثلاثين فوق وال30 كمان نفس الشيء، ما تبقى بتخليه كامل على حاله مثل ما هو. سكوب الأربعة بترفعه شي بسيط للعشرين، كمان بترفعه للعشرين الثانية، وتترك كل شيء مثل ما هو، وبعدها بتجي ببساطة بتجرب يعني شو وضع السكوبات اللي عندك. على الرمي بيبين معك إذا كان فعلا هذا الشيء يعني مناسب لإلك أو لا. طبعا يجينا لساحة الرمي، وهلا راح نجرب يعني إنه نرمي مخزن، وطبعا الرمي راح يكون بدون اي ادوات مساعدة ان هي للسلاح، يعني بدون اي مثبتات للسلاح، بدون اي شيء، فقط مخازن 40. هون راح نجرب الرمي بالام 7 على سكوب نقطة، بما انه نزلنا الحساسية الادي اس للخمسين والحساسية العادية للخمسين. طبعا الرمي عم يتم بام 7 على مسافة بعيدة وبدون اي مثبتات. راح نجرب ارمي بالام 4 على السكوب ابو نقطة. ما انا شايف انه ما عم يتحرك يعني الهدف 100%. وراح نجرب السكوب الاربعة، هدف بعيد. طبعا الرمي عم يتم بدون اي حد او اي ادوات مساعدة. بدون اي شيء. طبعا هي النتيجة النهائية، بس تكون قطع الانفور كامل متوفرة على مسافة لا غبار عليه، وعلى مسافة الام بيصير على مسافة بعيدة لا غبار عليه، ما بتعمل على الام 4. كمان على السكوب بنقطة، كمان لسه بيصير. اخواتي، بنهاية المقطع يعني انا بالنسبة لي هيك بلعب، وهيك شفت انه فعلا انسب شيء يعني للاعب، انه لحتى يحافظ على ايمه ثابت، ولحتى يحافظ على انه الرصاص ما يضيع ان شاء الله على الفاضي يعني وقت مع الخصم. يعني بنهاية هذا المقطع ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم او استفدتم منه، واتمنى انه ما تنسونا من لايكاتكم وتعليقاتكم يا جماعة، وحياكم الله منورين، الله يسعدكم.